نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أمن الجيش السوري خروج أكثر من 1000 مدني معظمهم نساء وأطفال من الغوطة الشرقية في ريف دمشق ونقلهم إلى مركز إيواء مؤقت في ضاحية قدسية. وكان نازحون أن الجماعة المسلحة كانت تتخذهم دروعا بشرية رغم الأوضاع الإنسانية المتردية. بالتزامن مع عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية، أمن الجيش السوري خروج أكثر من 1000 مدني من قرى حوش الفارة وحوش نصري وميدعى بمنطقة دوما هربا من المجموعات المسلحة التي تتخذ من الأهالي دروعا بشرية وتمنع عنهم كل مقومات الحياة. نحن طلعنا من حوش الفارة وقام هذا الإرهابية ما بدهم يخلونا نفوت، قاموا هن أنقذونا الجيش السوري الله يخلينا ياكم. غوطة شرقية من شيفونية جينا والجيش السوري ساعدنا حتى نطلع لهون. كثير والله ساعدونا، الله يحميهم ويخليهم يا رب. والله نحن طلعنا عن طريق الجيش العربي السوري والحمد لله استقبلونا بكل لطف واحترام وطعمونا وركبونا بالباصات وجابونا لهون. رافقنا العوائل الذين تم نقلهم عبر منطقة عدر البلد إلى مركز الإقامة المؤقتة في ضاحية قدسية بريف دمشق الغربي، حيث جهزت لهم الدولة السورية كل ما يلزم لإقامتهم بالإضافة إلى توزيع وجبات غذائية لهم. نحن مستقبلهم بالمجمع الوافدين هلا عنا من ريف دوما ومن الغوطة الشرقية، العدد حوالي 1500 شخص. طبعا اول ما بيجوا بيتامن لهم كل الخدمات، اول شيء طبعا الغذاء والاكل، بعدين الرعايه الصحيه، بعدين طبعا بتامن لهم مكان المنامه والاقامه. جوع وبرد وحصار المجموعات المسلحه لهم، هذا ما حمله معهم المدنيون من الغوطه الشرقيه، فعلامات التعب والارهاق واضحه على ملامح الاطفال والنساء، والجوع له حكايا في عيونهم. اما نقص الرعايه الصحيه فقد فاقم من اوضاع المرضى بينهم. كنا ناكل ملفوف وسبانخ وخبيزة، هاي كلياتها ما في أغذية للأطفال، سلق هاي شعير علف البقر نطحن وناكله. المدنيون الخارجون من الغوطة أكدوا أن المجموعات المسلحة كانت تمنعهم من الخروج من قراهم وتقوم بمداهمة المنازل واعتقال الشباب لمجرد تفكيرهم بالخروج من تلك المناطق. حسام زيدان، العالم، دمشق. إلى الشأن السوري، حيث خرقت طائرة مروحية للعدو الإسرائيلي الأجواء السورية وأطلقت صاروخين على هدف متحرك في بلدة مزرعة الأمل في القنيطرة جنوب سوريا، تزامن ذلك مع تحليق طائرتي استطلاع في الأجواء. من جهة ثانية، أمن الجيش السوري خروج 1650 شخصا بينهم 200 مسلح من بلدات الغوطة الشرقية حوش الفارة وحوش الظواهرة وميدعة، وقد عمل الجيش على نقلهم باتجاه مراكز الإيواء في ضاحية قدسية. هذه العملية تعد الأكبر التي يقوم بها الجيش السوري لجهة إخلاء المدنيين من الغوطة الشرقية، فيما ستجري تسوية أوضاع المسلحين مع السلطة الرسمية. بدنا نطلع يعني عالشام، عالشام أطراف الشام عندنا الشارع من حوش الظواهرة. نعم، كيف كان وضعكم جوا؟ والله وضعنا سيء جدا يعني. لا عندنا لا اكل ولا شرب، هذا الولد عمره سنه ونص لا مشى ولا ما في شيء اطعمه وما في شيء عندنا. نوب اوضاع تعبانه كثير جوا والله، نحن يعني محاصرين جوا ونحن عملنا جهدنا لنطلع. طيب هلا كيف شايف المعامله ومين تشكروا انتم؟ نحن بنشكر الحكومه السوريه وبنشكركم. جاي من حوش الفارة. كيف كان وضعه؟ والله وضع سيء كثير من ناحية الإرهابية. جينا من نصال من ناحية جيش النظام، الله وكيلك صار يقرصونا، يقصوا عليهم يضربونا. كم من نصال عم بحمونا خلصونا بين ايديهم، كتر الله خيرهم. ومن قدسية في الغوطة الشرقية ينضم إلينا مراسلنا محمد الخضر. محمد، يعني عسكريون أو مسلحون ومدنيون تم إخراجهم من الغوطة الشرقية، بداية أوضاع المسلحين هنا كيف ستجري تسوية أوضاعهم؟
نعم دينا، في الواقع ضمن هذه المجموعة المؤلفة من حوالي 1650 شخص بالفعل هناك 200 شخص محسوبين على المسلحين، يجري التعامل معهم بالفعل يعني كما جرى التعامل خلال الأشهر الماضية مع حالات مشابهة. هناك عملية تسوية أوضاع يعني خلال سنوات أو خلال أشهر الماضية جرت عمليات كثيرة مشابهة جرى خلالها تسوية أوضاع هؤلاء، وبعضهم قد قام بأدوار ضمن قوات أو لجان شعبية من أجل حماية المناطق التي هم فيها. ربما هذه الحالة التي نواجهها نحن هنا، هؤلاء الذين تتم تسوية أوضاعهم ربما ينضمون لربما تشكيلات أخرى هي سوف تعمل في القريب من الأيام كما يبدو من أجل العمل على استعادة السيطرة على تلك المناطق. هذه المعلومات المتوفرة حتى الآن. طبعا يعني 200 شخص خرجوا الليلة الماضية من هؤلاء يحتاجون إلى إجراءات بطبيعة الحال التعريف وتحقيقات وربما قبل الوصول إلى هذه النتيجة التي سوف تجعلهم يندمجون من جديد في الحياة الطبيعية في دمشق ومع وحدات اللجان الشعبية التي سوف تعمل في داخل الغوطة الشرقية. نعم. طيب محمد، حول أوضاع أو حول هؤلاء المسلحين، هل من معلومات حول أي فصائل كانوا ينتمون إليها أو يقاتلون في صفوفها؟ في الواقع المعظم هؤلاء كانوا ينتمون كما علمنا لمجموعات تابعة لجيش الأمة. جيش الأمة كان هو أحد المجموعات التي تعمل داخل الغوطة الشرقية قبل أن يهاجمها جيش الإسلام بقيادة زهران علوش قبل حوالي أسبوعين، وكان قد أعلن هو في بيان رسمي أنه جرى القضاء أو التخلص من هذا التشكيل. معظم الذين خرجوا تقريبا من هذه المجموعة وقد تقدموا على ما يبدو بطلبات من أجل تسوية الأوضاع. حول أوضاع المدنيين، هل يعني تم تأمين مراكز إيواء لهم؟ أيضا أبرز المشاكل التي يعانونها إن كان مشاكل صحية أو إن كان مشاكل عانوها داخل القرى التي كانوا فيها. نعم مدينة، نحن يعني حاليا في هذا المركز هو مركز الإيواء في ضاحية قدسية، يعني كما ترين هي الصورة يعني تعبر يعني بشكل واضح يعني عن الحال. هؤلاء وصلوا الليلة الماضية ضمن ساعات طويلة من رحلة طويلة كانت في الواقع من مجموعة من القرى من حوش الظواهرة، حوش الفارة، من منطقة ميدعة إلى حواجز تابعة للجيش السوري الذي قام بتأمينهم إلى هذه النقطة. وهذا مركز الإيواء هو مركز إيواء ضخم في الواقع ويتحمل أعباء كبيرة جدا على ما يبدو. العدد الموجود هنا يعني من 1650 تقريبا هناك 1400 بالأمس وصلوا تقريبا من المدنيين، وهناك قبلهم بدفعات سابقة حوالي 1500، يعني يجري الحديث هنا كما علمنا عن 3000 شخص يعيشون في هذا المركز. طبعا الحياة في هذا المركز يعني هي مؤقتة ريثما يتم يعني تأمين أو ريثما يتواصلونهم مع ذويهم وأهليهم في الأسابيع أو الأيام القادمة والانتقال يعني بالتالي إلى حياتهم الطبيعية في تلك المناطق. ربما يعني اخذ صوره اوضح من احد القائمين على هذه العمليه، معي الدكتور عمار يوسف. مرحبا بك دكتور. يا اهلا وسهلا. طيب يعني نحتاج الى معلومات، الى تطلعنا على هذا الجو في هذه المركز، ما هو الجهد الذي قمتم به؟ كم العدد؟ ما هي الخدمات؟ هلا نحن حقيقه من بدايه الازمه في عندنا شيء اسمه لجوء وعم يجوا مركز ايواء مؤقت خير الايام 3-4 أيام 5 أيام، احيانا بتكون المده اكبر من هيك. نحن كجهة أهلية هون ضمن المنطقة، فريق وطني تطوعي خيري مدعوم من الجهات الحكومية أكيد، عم نقدم كافة الخدمات اللي بيحتاجوها الأخوة الوافدين بهالأوقات. أنت بتعرف مجموعة من الناس من أيام أو من أشهر أو من سنوات ما أكلت شيء مثل العالم، ما شربت، خارج نطاق التغطية الحقيقية للإنسان الطبيعي. عم تجي في كتير مفاجآت وكتير أشياء عم تتفاجأ فيها الأخوة الوافدين. نحن دورنا تأمين الرعاية الصحية الطبية، الأكل، مأكل، المشرب، الملبس. دكتور يعني أبرز، عذرا منك، يعني أبرز يعني المشاهدات التي لاحظتها، يعني أنت موجود هنا في هذا المركز، يعني أبرز ما لاحظته على القادمين من مناطق الغوطة الشرقية؟ حقيقة وضع ليس شبه مأساوي، هو مأساوي بالحقيقة. مثل ما كررت لك، أشخاص ما تناولوا طعام، ما بيجوز ما أكلين خبز من 6 شهور أو سنة. ناس عايشين خارج نطاق الحضارة والتاريخ والإعلام وأي شيء، ما بيعرفوا شيء. في منهم تفاجأوا أنه لسه الشام قائمة، لسه موجودين، في عالم عم تروح وترجع على شغلها، في باصات بالطريق، في سيارات. هدول العالم كلياتهم كانوا عايشين بلحظة من اللحظات قمة الحياة السعيدة، يعني كلياتهم مواطنين، أولاد عالم وناس. بلحظة من اللحظات دخل عليهم الإرهاب، حولهم من ناس ضمن إطار الدولة وضمن إطار المجتمع السليم الحقيقي، حولوا له ناس خارجين عن المجتمع، خارجين عن إطار، عن الناس كتير لهلا خارج عن التعليم. يعني أنت بتخيل طفل عمره
تسع سنين او عشر سنين من الازمه، بدايه الازمه يفترض يكون صف اول، هلا طالع ما بيعرف لا يقرا ولا يكتب ولا بيعرف شيء. بعد هذه يعني بعد هذه الاقامه التي كما فهمت هي عده ايام، الين يتجهون؟ في عدة اتجاهات، في كثير منهم عالم بيروحوا لعند أهاليهم، في عندهم أهالي ممكن يستقبلون، في عالم تاني ممكن يكون عنده إمكانية أنه تستأجر بيوت خارج اللي ما عنده الإمكانيات هي كلياتها، فالدولة دائما ملزمة فيه ونحن دائما ملزمين فيه، ممكن يبقى هون لإقامته قد ما حب يضل خلال الفترة هاي، مؤمن أكل شرب تعليم لباس وسائل، خلينا نقول نسبيا لهم وسائل رفاهية مطلقة جدا. دكتور، هو يعني حقيقة هناك أحيانا تساؤل أو يعني تبثه المجموعات المعارضة ربما، هل هناك تضييق على هؤلاء ربما في القادم الأيام؟ هل جرت هكذا حالات يعني من أجل بث رسالة طمأنينة للآخرين الذين هم حاليا في الطريق إلى دمشق أيضا؟ هلا العالم يمكن هون أنت ملاحظ موجودين وعفويين وعايشين الحياة القديمة، وهلأ الحياة يعني خلال يوم أو يومين فرقت معهم كتير الأمور، ففيك تسألهم وعلى الهواء مباشرة وهن بيجاوبوك أكيد يعني، وتلاحظ الفرق بين الإرهاب وبين سيادة الدولة ضمن مناطقها. يعني نحن عم نحكي هدول كلياتهم تعرضوا لمشاكل كتير كبيرة بخروجهم، لأنه بيعتبروا الإرهابيين أنه إخراجهم من هالمناطق هي هو إحراج لهم بالنتيجة، محسسين العالم أنه هن ضمن مناطق المسيطر عليها الإرهابيين والمختطفة من قبل الإرهابيين أنه هن عايشين المواطنين الحياة السعيدة. ايضا هناك سؤال، يعني هذا العدد الكبير، يعني سمعنا يعني قبل قليل انه ربما ان ياتي مئات اخرين ربما لمراكز اخرى يكون هذا المركز لم يعد يستوعب، هل هناك من ضغوط على الامور المعيشيه الخدماتيه، المياه، الكهرباء، الطعام المتوفر هنا، هل تواجهون ضغوط في هذا المجال؟ لا شك انه الوضع صعب جدا، الضغوط موجوده وقائمه، لكن بهمه الشباب الوطنيين، نحن دائما بنحكي عن الشباب الوطنيين، كل هالعقبات هي ممكن تذليلها، ممكن تامين الحياه الكريمه بالمطلق لأي مواطن بيجي من خارج نطاق من المناطق المسيطرة عليها من قبل المجموعات المسلحة والمختطفة من قبل المجموعات المسلحة، ممكن تأمين الأكل، الشرب، الصحة، الحياة الكريمة بشكل مطلق، هي مهما كان العدد، ولو كان العدد عشرات الآلاف، نحن عنا قدرة لاستيعابهم، طبعاً مو نحن كفريق وطني أو كجمعية أهلية هون موجودة، لا، نحن كمواطنين سوريين، دائماً هدول مواطنين سوريين وهدول اخواتنا وهدول عيالنا واولادنا واخواتنا وابائنا. كل الشكر لك يا دكتور. اذا ادينا هذه الصوره ربما تكتمل معي، اذا تحدثت مع بعض النازحين بالفعل، يعني لدي سيده هنا اريد ان اتحدث اليها، مرحبا بك. اهلا وسهلا. يعني بتحدثيني من وين اجيتي انت، كيف كانت الحياه مطرح ما؟ من بلد اسمه حوش الفاره. حوش الفاره كانت ما في شيء، بس صاروا طلع هذا المسلحين، على اساس انهم مسلحين، هم مو مسلحين، انهم مخربين، يعني مخربين فعلا. كنا عايشين بامن وامان، عندنا بقر، عندنا غنم، عندنا عايشين ما احلى العيشه عندنا، الحمد لله. انتم مين اجيتي للمركز؟ اجيت والله لحالي، بطولي معي اولادي، ما لي حدا، انا توفى جوزي وكل مين صار بحال سبيله. كيف كانت عيشتك قبل ما تجي، يعني هلا الاسابيع الماضيه اللي راحوا، يعني كيف وصفي لي الحياه؟ امي لو تشوف اولاد، يعني يوم الاحسن لا ادبر لهم لقمه الخبز، يوم ما احسن. هاي البنت كانت ما تسكت معي، اليوم صار لها يومين عم اقول لها، يعني في عندنا هيك جارتي عم اقول لها طلع شلون ساكته البنت، ما عم تسكت، جوعانه. طيب الولد الجوعان شلون ما بده يسكت؟ شو كان اكلكم؟ شو اكلنا؟ خبز شعير، وهي ما في كيلو الرز سكر بخمسة، شو اسمه، السكر بخمسة آلاف والرز بألف وخمسمية، ومنين بدك تدبرهم هدول؟ لا في زلمة أنتج، قتلوا لي المسلحين، تسارح بالغنمات ماشي، تكاونوا مع بعض المسلحين، طق طق ورصاصة اجت براسه دغري مات بأرضه. هلا هون يعني بعد هالكم يوم أنت وين فكرة يعني تروحي؟ عندي أخت أنا هون بحفير، بدي أروح لعندها. يعني انت حاسه يعني رغم انه هي ساعات مرت، يعني حاسه افضل الوضع هلا؟ كثير تغير، فرق الوضع، عم اقول لك علي من امبارح لليوم فرق كثير. اي والله الحمد لله من فضل الله. هاي يا اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني كثير حالتنا الماديه يعني بالمره، يعني ما صفي لا بقر لا غنم لا شيء. منين ده طعمي؟ هذول صاروا يتامى، هذول صار برقبتي هلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نعم دينا، هذه الصوره ربما يعني الكاميرا تسعفنا. نعم اكثر. نعم محمد، نحن نتابع معك المشهد. نعم لو نستطيع أن نتحدث أكثر أيضا مع أشخاص كانوا موجودين داخل. نعم. هذه القرى محاصرين من قبل المسلحين، لو نستطيع أيضا أن نعرف محمد. نعم. يعني هذا. طبيعة الحياة كيف كانت في ظل هذا الحصار من قبل المسلحين؟ نعم نعم، معي هذا الطفل، من وين جيت أنت عمو؟ من حوش دار. كنت بالمدرسة؟ لا.
حتى حتى 4 سنين. طب يعني كيف كانت عيشتك هنيك؟ هلا شلون حاسس؟ شو كان اكثر شيء صعب عليك هنيك بحوش الفاره؟ كان الصعب علي الاكل والروحه والرجعه عن المدرسه. مع مين جيت؟ مع امي واهلي واخواتي. نفدنا من الارهابيه طحب هيك بالنهوره. الله محيي الجيش العربي السوري. يعني هذه الصوره ربما يعني تسعفنا اكثر اذا اخذنا اخرين ربما. نعم. كما ترين يعني نعم محمد، هل نستطيع ان نعرف اذا كانت نعم يعني خروجهم من المناطق التي كانوا فيها محاصرين هل كان سهلا؟ هل تعرضوا ايضا لمشاكل على الطريق اثناء خروجهم؟ يعني هو الرواية التي سمعناها من هؤلاء هنا أن المشوار كان طويلا لم يكن يسيرا، يعني هو استغرق يعني ساعات طويلة على ما يبدو تعرضوا خلالها لإطلاق نار، حتى يعني بعضهم تحدث لنا في قبل قليل أنهم كانوا قد تعرضوا لإطلاق نار من قبل المسلحين انطلاقا على ما يبدو من أن يعني دوما كان رهان المجموعات الموجودة هنا في تلك المنطقة على أن هؤلاء يشكلون حاضنة شعبية لهم، يعني فبالتالي خروج أي عدد وخاصة بهذا الكم يعني 1600 شخص اليوم حتى يجري العمل على ما يبدو على مئات آخرين لإخراج من هذه المنطقة كلها سوف يؤدي إلى أفراغ الحاضنة الشعبية، أفراغ المنطقة تلك من حاضنتها الشعبية، وربما هو يعني بمعنى ما بمعنى آخر سوف يكون له تأثير كبير في القادم من الأيام ضمن العمليات العسكرية. أيضا يعني أريد أن أستغل هذا الوقت، يعني لدي سيدة أخرى، مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني بدي تشرحي لي أنه أنت من وين جيتي، كيف كانت حياتكم هنيك، كيف لقيت الوضع هون؟ والله جيت من حوش الظواهرة. الله لا يوفقهم، وتر من الجوع يطعمون الشعير خبز الشعير. الله لا يوفقهم، ما خلهم شيء ما طعمونا اياه. انتم مين جيتي؟ انا من حوش الظواهره. لا انتم مين يعني، لوحدك مع عيلتك؟ لا انا واخي، جينا انا واخي وهون هو، والحمد لله ساعدنا الامن كثير والحمد لله يا رب، والف شكر لك يا رب. طب هو السؤال اللي يعني انتم يعني لو تصفين الحياه قبل ما تجوا، يعني كيف كنتوا تعيشوا يوميا؟ عندكم كهرباء، عندكم خدمات، عندكم مي، عندكم مدارس؟ والله ما عندنا شيء، والله كل يوم احيانا ننام 3 ايام وما ناكل شيء، وما نحط شيء بتمنا، الله لا يوفقهم، هو ترى من الجوع، ناكل شعير، ناكل علف، علف يطعمون اياه، الله لا يوفقهم ان شاء الله. طب في ناس على ما يبدو فهمنا انه عم تحاول تجي لسه من هذيك المناطق لهون؟ اي كلها بدها تجي، اذا الله رد، كلها جتها كمان، ما ضل حدا هناك. طب شو اللي يمنع انه عم تقولي كلهم بدهم يجوا؟ يعني شو اللي يمنع انه ما ناس ما تجي لهلا؟ انا امي ساعتها ما اجت، معها السكر، ما بتقدر تطير، ما بتقدر تجي. كم ساعة لما طلعتوا امبارح من حوش الظواهرة حتى وصلتوا لهون على قدسية؟ كم ساعة ظل المشوار؟ ساعتين، الحمد لله الأمن ساعدنا، لو كان مو هو ساعدنا الأمن والله ما نقدر نجي لهين بنوب. سمعنا إنه كان في شيء له علاقة الحر، ما خلانا كمان بنجي لهون، ما بدوانا بنجي لهون كمان. كيف يعني شلون ما بدي أكون؟ يقولوا لنا عاودوا عاودوا على البيت، لا تروحوا لا تطلعوا بنوب، الأمن بقربوا عنا ساوين وما بعرف شو. إيه بعدين قلت لهم أنا بدي أروح والله، قمت انهزمت وأجيت الطائرة لهون. الحمد لله الامن الحمد لله ساعدنا كثير والحمد لله الف شكر يا رب. العدد كبير اللي جمعك؟ ايه والله كثير الحمد لله. تقريبا شيء 15 حرمه وشباب معنا. هذول من حارتكم او شيء؟ من حارتنا الحمد لله، من حوش الظواهره. تماما، يعني هذه ايضا يعني صوره اخرى تنقلها هذه السيده من هذا المكان، ربما يعني اذا لدي. نعم محمد. محمد هل من دفعات جديده ايضا ستخرج من مناطق اضافيه في الغوطه الشرقيه؟ يعني يفترض في الواقع أن تكون هناك مجموعات جديدة بالفعل، يعني هناك المئات على ما يبدو، يعني بعض المعلومات تتحدث ربما العدد لن يقل عن هذا العدد، وهم حاليا في طريقهم أيضا من مناطق في غوطة دمشق الشرقية إلى هذه المنطقة. طبعا إذا ما نجحت تلك العمليات بالفعل يعني تكون بدأت حالة من يعني من التغير الكبير في الوجود البشري داخل تلك المنطقة. هذا الأمر له جانبان بطبيعة الحال، الجانب الأول هو التخفيف من معاناة هؤلاء المدنيين. نعم. هناك يعني حالة كما رأيناها هنا، الشكوى الأساسية هي من نقص المواد الغذائية، من حالة الجوع، من الممارسات، حتى احتكار بعض المواد الغذائية. يعني عندما تتحدث هذه السيدة عن أن السكر مثلا ب 1500 ليرة وأكثر، هو يعني عشر هذا الرقم هو يعني سعره الحقيقي، لذلك هنا يجي حديث عن احتكار من جانب. من جانب آخر في طبيعة الحال سوف تؤثر على الجانب العسكري. نعم. نحن تسهيل عمليات عسكرية دوما الوجود
بطبيعة الحال يعني حتى المجموعات يعني عندما نتحدث اليوم عن 200 شخص هم حاليا يقومون بتسوية أوضاعهم، هناك معلومات يعني حتى الآن ربما لم تتبلور تماما عن أن جزء كبير من هؤلاء يريدون أن ينخرطوا في لجان شعبية تقوم بالعمل من أجل استعادة بيوتهم ومزارعهم وحقولهم، وهي كانت مصدر رزقهم الوحيد. هذا المجتمع هو بالأساس مجتمع زراعي، مجتمع فلاحي، مجتمع رعوي، لذلك هؤلاء ربما يقومون بعمل عسكري أو ربما بنشاط ما بمواجهة الجيش السوري باللجان الشعبية من أجل مواجهة المسلحين داخل الغوطة الشرقية. إذا محمد بانتظار أي تفاصيل جديدة سنكون معك. محمد الخضر مراسلنا من دمشق، شكرا لك. نحو 3000 طالب عربي وأجنبي من دول تعد معادية للسلطات السورية يدرسون في جامعة حلب. هؤلاء من دول مثل تركيا وأمريكا والأردن والسعودية وغيرها من الدول العربية والغربية، ويصرون على البقاء في هذه المدينة. رضا الباشا والتفاصيل. خانته دموعه، أيبكي مدينة احتضنته وعلمت أم يبكي فرحة تخرج طال انتظارها؟ محمد العقاب طالب يمني، تجربته في جامعة حلب تختصر قصة عشق لمدينة قرر البقاء فيها رغم الحرب والأزمة. دائما هذه الكلية أو جامعة حلب أو الجامعة السورية كلها تقول للعالم على أن مهما حاولتم النيل من سوريا ستظل الجامعة ترفد بالكثير من الكوادر. محمد واحد من بين مئات الطلاب العرب والأجانب الذين يدرسون في جامعة حلب، منهم من يحمل جنسية دول تصنف في خانة الدول المعادية للنظام السوري حاليا كتركيا وأمريكا. مرتاح بجامعة حلب، ولكن الخدمات يعني الكهرباء والمي أول شيء ما كانت مأمنة، بعدين أمنوها. تسهيلات كتير كتير يعني ممتازة وما في الصعوبات أبدا. مثلا أول شيء بأمنوا السكن للطلاب العرب والأجانب. قرابة 3000 طالب عربي وأجنبي يدرسون في حلب، تجهد إدارة الجامعة للحيلولة دون مغادرتهم المدينة وتعمل على استمرار بقائهم فيها. عمال يراسلوني عبر الفيسبوك مجموعة كبيرة من الطلبة العرب يلي عندهم رغبة يجوا يدرسوا عنا بسوريا. تعرف الشهادة السورية شهادة معتمدة ومثبتة، والإمكانيات اللي خريجنا الواقع يعني إمكانيات رائعة. دراسة الطلاب العرب والأجانب في حلب لا تقتصر حاليا على القدماء منهم، فالجامعة استقبلت هذه السنة عشرات الطلاب من دول عربية ليدرسوا على مقاعدها. لبيت تعصف الأرواح فيه خير إلي من قصر، ليس مهما كيف يكون هذا القصر، لكن هذا المقطع الشعري لعله يروي قصة الطلاب العرب والأجانب الدارسين في جامعة حلب مع أهالي هذه المدينة وطلابها. كانوا معهم في اليسر ويصرون أن يبقوا معهم في أيام العسر. رضا الباشا، مدينة حلب، الميادين. أفاد تقرير لأجهزة الاستخبارات التركية بأن نحو 3000 تركي يقيمون علاقات مع تنظيم داعش، وأشار التقرير إلى مراقبة متنامية لهؤلاء بهدف معرفة الدور المحدد لكل منهم، وكشف أن إنذارا بدرجة أحمر أرسل إلى الأجهزة الأمنية محذرا من هجمات محتملة ضد مصالح غربية يشنها عناصر التنظيم. إنذار باللون الأحمر أرسل إلى الأجهزة الأمنية التركية، لون يعني أن ثمة هجمات محتملة. تقرير لأجهزة الاستخبارات التركية أفاد بأن تنظيم داعش يخطط لهجمات ضد سفارات دول غربية أو مرافق لحلف شمال الأطلسي في البلاد. التقرير الذي نشرته صحيفة حريات حذر من هجمات بالقنابل قد ينفذها في أي زمان ومكان أي شخص على علاقة بداعش، وعليه ينبغي زيادة مراقبة 3000 شخص الذين تربطهم علاقة بداعش لمعرفة دورهم. المعارضة كانت قد حذرت من ارتداد الإرهاب إلى داخل تركيا، ولاسيما بعد اعتراف وزير الخارجية مولود جويش أوغلو بانضمام نحو 700 تركي إلى داعش في سوريا. المعارضة تتهم حكومة أحمد داود أوغلو بالتستر على وثائق تثبت تورطها في دعم الإرهاب، وخاصة مع حظر الحكومة تناول قضية ضبط شحنات أسلحة إلى سوريا وتعليق مهمات المدعين العامين المكلفين التحقيق في القضية. معارضون يقولون أن الحكومة الحالية وحكومة أردوغان السابقة دعمتا الإرهاب في سوريا، والآن تحاولان إخفاء الحقائق والأدلة التي تثبت ذلك. ومع تنامي معارضة السياسات الداخلية والخارجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يظل خطر الجهاديين العائدين محدقا بتركيا التي سهلت مرور مقاتلين أتراكا وأوروبيين عبر حدودها إلى سوريا، كما هو محدق بدول أوروبية كألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا واليونان.
إذن يعقد في لندن يوم الخميس المقبل اجتماع دولي لوزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف ضد داعش برعاية بريطانية وأمريكية. مصادر غربية أكدت أن الاجتماع مخصص لبحث مسار العمليات العسكرية الجارية ضد التنظيم في العراق وسوريا، وسيشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية نحو 20 دولة بينها الدول العربية المشاركة في التحالف، وسيناقش المشاركون مدى التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي في محاربة داعش. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي، ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لأي حسميات مهما كان نوعها، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش، ويعمل بهذا المرسوم بدءا من أول الشهر القادم. برعاية السيد الرئيس بشار الأسد وتحت شعار سوريا تستحق منا كل الجهد والعمل ونحن لن نبخل عليها بشيء كما لم يبخل أبطالنا بأرواحهم، بدأت اليوم أعمال المؤتمر العام 26 للاتحاد العام لنقابات العمال في صالة الفيحاء في دمشق، ووسط حضور عمالي حاشد من مختلف محافظات الوطن غصت به صالة الفيحاء ومشاركة رسمية واسعة. أكد هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي أكد أهمية المؤتمر وتحدث عن دور العمال الأساسي في صمود سوريا وصناعة الانتصار على الإرهاب والأعداء. وقال الهلال إن هذا المؤتمر حدث وطني كبير لأن العمال هم حيوية المجتمع وحامل التنمية وعماد البناء الوطني ولهم دور رائد في عملية بناء الوطن وتعزيز صروحه. بدوره أكد رئيس اتحاد العمال محمد شعبان عزوز أهمية الدور الذي يقوم به عمال سوريا في ترميم وأصلاح ما خربه الإرهاب من منشآت وأدوات الإنتاج، وشدد عزوز على ضرورة العمل لتحسين الإنتاج ومعالجة آثار الحرب على سوريا والتغلب على الحصار والتحديات الراهنة. وأكد عزوز عزم عمال الوطن على الارتقاء بالعمل لاستمرار عجلة الإنتاج والوقوف إلى جانب الجيش في معركته ضد الإرهاب. من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رجب معتوق أن الرجال الأبطال هم الذين يصنعون التاريخ، والشعب السوري وعموده الفقري هم عمال سوريا يصنعون تاريخ الأمة العربية. اتحادكم العريق أيها الإخوة هو أحد أهم المنظمات الفاعلة في التعاون بين قطاعات المجتمع ومؤسسات الدولة بما يحقق المناخ السياسي والاجتماعي اللازم لعملية البناء والإصلاح والتطوير، كما أنه اتحاد فاعل في التنظيم العمالي العربي والعالمي. وتكمن أهمية هذا المؤتمر فيما يشكله من محطة ضرورية لتقييم مسيرة العمل النقابي في المرحلة السابقة وما تحقق فيها على صعيد مواجهة التحدي الإرهابي وتطوير أداء القطاع العمالي لا سيما في المجال التنظيمي ومتابعة القضايا النقابية والمهنية ومعالجة الخلل والفساد ورفع مستوى الإنتاج، كما تكمن أهميته الاستثنائية فيما سيطرح فيه من أفكار جديدة لتطوير العمل في المرحلة القادمة، حيث تبرز الحاجة الوطنية العميقة إلى تعزيز دور العمال في المعركة ضد الإرهاب التكفيري، وهي معركة شاملة عسكرية واقتصادية وفكرية وثقافية، وفي جهود المصالحة الوطنية والحوار الوطني وإعادة الإعمار ودعم الإصلاح الاقتصادي والإداري وتطوير القطاع العام وغير ذلك من المهام الوطنية الملحة التي أثبتتم خلال السنوات الأربع المنصرمة أنكم أهل للتصدي لها باقتدار وإخلاص. لعل أولى المهام الماثلة أمام عمالنا وتنظيمنا النقابي التي تكمن في تسخير كل جهودنا وقدراتنا لدعم جيشنا وقواتنا المسلحة وتوفير المزيد من عوامل الصمود والقوة والانتصار، ونحن على قناعة تامة بأن عمال سوريا وتنظيمهم النقابي كما كانوا دائما قوة كبرى وعزيمة لا تلين
لإنجاز هذه المهام الوطنية العظيمة. إن المعركة التي تخوضها سوريا اليوم والتي قدمت من خلالها آلاف الشهداء والجرحى ودفع فيها الشعب السوري ضريبة قاسية لن تكون نتيجتها إلا النصر المؤزر بإذن الله تعالى. نهنئكم بقائدكم قائد النصر والتحدي، ونهنئ قائدكم بكم، نهنئكم لتلاحمكم معه، نهنئكم لتضامنكم وتعزيزكم لوحدتكم الوطنية، نهنئكم لصمودكم وبسالتكم أمام كل قوى الشر والطغيان التي تستهدف النيل من الأمة العربية جمعاء. سوريا بشعب وناسا، نحن جنود وحراسة، جيش بيبقى جوا العين وشهداء تاج براسة. أكد مصدر عسكري تحطم طائرة نقل متوسطة في الساعة 8 من مساء أمس أثناء هبوطها في مطار أبو دهور العسكري بريف إدلب بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف ما أدى إلى استشهاد طاقمها. في ريف دمشق أحبطت وحدات الجيش والقوات المسلحة هجوم إرهابيين على نقاط عسكرية في محيط بلدة خان الشيح وقضت على عدد كبير منهم وأصابت آخرين، كما قضت على إرهابيين في ريف حمص ودمرت آلياتهم في المشيرفة والرستن. في إطار مهامها الوطنية لحماية المواطنين أمنت وحدات من الجيش والقوات المسلحة خروج أكثر من 2100 مواطن لجأوا إليها هربا من جرائم التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق. يأتي هذا بعد أن أمن الجيش أمس خروج عشرات العائلات من مزارع وقرى دوما هربا من جرائم الإرهابيين الذين يتخذون الأهالي دروعا بشرية ويسلبونهم أرزاقهم. لليوم الثاني على التوالي تؤمن وحدات الجيش العربي السوري جسرا لعبور 1500 شخص من مزارع وقرى دوما بالغوطة الشرقية إلى ضفته الآمنة من إجرام وحصار الإرهابيين. أسلمكم أنتم الأمن والأمان والحنان يا رب، يا رب ما نحرم منكم إن شاء الله، ومن حنانكم ومن أمانكم يا رب إن شاء الله. جايين من حوش نصري والله، من هانينا تبهدلنا ونزلينا، معاملتهم سيئة سيئة جدا، مجوعين الإرهابية وما بيخلوا حدا منا يطلع، وعلى طول بيجوا يتعقلوا رجالنا، الله لا يوفقهم. الحمد لله اللي صرنا بأحضانكم شباب الجيش العربي السوري. ترافق كلماتهم تنهيدات النجاة، يعبر الأهالي عن امتنانهم لوحدات الجيش وفرحهم بالخروج من أقبية الظلام والتطرف والإرهاب إلى الحياة التي اعتادوها. طالعنا الجيش الحمد لله رب العالمين، والله كانوا يخوفونا، ضربوا علينا قذائف وقت طلعنا، أول ما طلعنا من الحوش الفارة جابونا الجيش الأمن، الله ينصروا يا رب. الحمد لله، الله يديمكم والله ينصركم وإن شاء الله منصورين. الله محيي الجيش اللي أنقذنا من الإرهابية، موتونا من الجوع، شو بدي أقول لك، ما خلّم عنا، سرقونا انهبونا، اللي عنده مصريات يجون، اللي عنده يسرقونهن بالليل بالبواريد يأخذونهن، جوعونا مرض أدوية ما بي، طفشونا من بيوتنا، والله محيي الجيش وإحنا مع الجيش للأبد ونستاهل كل شيء صار بينا لأنه سكتنا من الأساس، سكتنا بس غصب عنا مو بكيفنا. الحمد لله اطمأنينا يعني، وعم نحلم حلم كنا بالطلعة يعني. الله يحميون يا رب ويقدركم على فعل الخير. الجيش حررنا، الله يخلينا الجيش، الله ينصركم. امبارح الجيش فوتنا، جابونا دخان، عشونا، طبخونا، يظل بحوش الظواهرة وبحوش نصري، يرجع على وطنه، يرجع للجيش العربي السوري. نحن هذا اللي بدنا اياه، خلي هالفساد يموت، خلي زهران علوش يظل الحال هنيك، ما بدنا اياه نحن، لا زهران ولا غيره. يقول أهالي الغوطة الشرقية كلمتهم لا للإرهاب، يلبي الجيش العربي السوري نداءهم ويشد الطوق على آخر معاقل الإرهاب في الغوطة متسلحا بالاحتضان الشعبي على ضفة الوطن. أقدم إرهابيون تكفيريون على هدم ضريح الشيخ محمد النبهان أحد مشايخ الصوفيين في جامع الكلتاوية في منطقة باب الحديد في حلب القديمة، وأشار مدرس في المدرسة الشرعية الكلتاوية إلى أن الإرهابيين نبشوا وهدموا ضريح الشيخ النبهان بذريعة أن ذلك يمثل شركا بالله، ولفت إلى أن الإرهابيين خربوا المكتبة التي تحوي مئات الكتب في المدرسة الكلتاوية إضافة إلى اقتحام منازل مجاورة ونهب محتوياتها. يعد الشيخ النبهان
أحد مشايخ الطريقة الصوفية في القرن التاسع عشر، أنشأ مدرسة الكلتاوية في المسجد الذي سمي باسمه. في اعتداء استفزازي وفي خرق لقرار مجلس الأمن 17/01، ألقى العدو الصهيوني قنابل دخانية باتجاه نقطة للجيش اللبناني عند السياج الحدودي في بلدة عيت الشعب في الجنوب، ما أدى إلى إصابة 3 جنود. وفي طرابلس، نفذ الجيش اللبناني مداهمات واسعة الليلة الماضية، ألقى خلالها القبض على المطلوبين وضبط عبوات ناسفة وأسلحة مختلفة، فيما أصيب عنصر في الجيش نتيجة إلقاء إرهابي قنبلة يدوية قرب آلية للجيش في محيط ملعب الجهاد بباب التبانة. وأوقف الجيش عددا من الإرهابيين في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الحي الغربي صبرة، بينهم سوريون. مئات من العناصر الإرهابية تمكنت من الوصول إلى عدد من الساحات العربية هربا من ضربات الجيش العربي السوري. وأيضا ناقوس الإرهاب يدق أبواب النمسا وماليزيا بعد باريس. المزيد في صدى الحدث مع ريم سلمان بعد فاصل. أهلا بكم مشاهدينا إلى زاوية صدى الحدث، نبدأها من صحيفة الوطن العمانية التي رأت في افتتاحيتها أن واشنطن تتبع نظرية الأخطاء المستمرة التي دأبت عليها منذ أن تآمرت ومن معها من دول أخرى غربية وإقليمية وعربية على تدمير سوريا. وأضافت الصحيفة أن بشاعة المؤامرة المدبرة من أعداء سوريا هي العامل الأساسي الذي يزيد من حجم المأساة السورية. وأشارت الصحيفة إلى أن النموذج السوري من الدول المستقلة تماما لا يروق للأمريكي والإسرائيلي وبعض العربي والآخر الغربي، لذلك كانت المؤامرة الكونية على سوريا. صحيفة المنار المقدسية أكدت أن مئات من العناصر الإرهابية تمكنت من الوصول إلى عدد من الساحات العربية هربا من ضربات الجيش العربي السوري، وبناء على تعليمات صدرت إليهم بالتوجه إلى هذه الساحات ليكونوا خلايا نائمة لتنفيذ مهام إرهابية. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الإرهابيين استخدموا حدود الدول المجاورة لسوريا وصولا إلى الساحات المعنية. وشددت الصحيفة على أن عددا من الساحات العربية سوف تشهد في الفترة القريبة القادمة عمليات إرهابية لزعزعة الاستقرار فيها وتجنيد مواطنين من هذه الساحات لصالح العصابات الإرهابية. صحيفة الديار اللبنانية أكدت أن المغرب أعلن عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تنشط في مدن مكناس والحاجب والحسيمة في شرق شمال البلاد. وكشفت الداخلية المغربية أن الخلية تتكون من 8 عناصر، من بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب ينشطون في تجنيد مقاتلين مغاربة للالتحاق بداعش في العراق وفي سوريا. وبحسب بلاغ للداخلية المغربية فأن الإرهابيين المغاربة في العراق وفي سوريا يخضعون لدورات تدريبية مكثفة حول استعمال الأسلحة وكسب الخبرة في صناعة المتفجرات وتفخيخ السيارات. موقع War on the Rocks الأمريكي نقل عن أرونشتاين المحلل السياسي الأمريكي قوله إن تركيا تخوض حربا بالوكالة في ليبيا لدعم جماعة الإخوان المسلمين، كما أنها تدعم متطرفين في سوريا. وقال شتاين إن هناك علاقة بين تركيا وقطر مع مسلحين متطرفين معروفين باسم فجر ليبيا، ما يؤكد أن تركيا ضالعة في حرب بالوكالة في الدولة الليبية. وأشار شتاين إلى أن أعضاء من تنظيم أنصار الشريعة المتطرف غادروا في كانون الثاني من العام الماضي إلى تركيا لتقديم الدعم للعصابات الإرهابية في سوريا أثناء الاعتداء على مدينة كسب. وشدد شتاين على أن تركيا سمحت لعدد كبير من الإرهابيين، بمن في ذلك أعضاء منتمون لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ذراع القاعدة، بالتسلل عبر حدودها لمهاجمة المدينة. صحيفة الاقتصادية التشيكية وفي حديث مع رئيس الحكومة التشيكية بوهسلاف سوبوتكا أكد فيه أن تنظيم داعش الإرهابي يمثل الخطر الأمني الأكبر على تشيكيا، لأن عودة المئات من المتطرفين الأوروبيين من سوريا إلى بلدانهم يمكن أن تجعلهم ينتقلون لاحقا إلى الأراضي التشيكية.
وأشار سوبوتكا إلى أن الحكومة التشيكية ستبحث التعديلات المقترحة على قانون عمل أجهزة المخابرات، ولا سيما توسيع صلاحياتها في مجالي الاتصالات ومراقبة التدفق المالي. ولفت سوبوتكا إلى أن القانون الحالي يعاقب العمل في جيوش الدول الأجنبية، غير أن هذا الأمر لا يشمل تنظيم داعش الإرهابي مثلا، لأنه ليس دولة وإنما عبارة عن تنظيم فضفاض. وقال سوبوتكا أن القانون المعمول به حاليا يعاقب التحضير لعمل إرهابي، غير أنه لا يتطرق تحديدا إلى تلقي التدريب لدى مثل هذه المجموعات المتطرفة. ختام زاوية صدى الحدث، عودة إلى نضال وأليسار لمتابعة النشرة. شكرا ريم. شكرا. بهدف وضع استراتيجية وطنية لتوعية من مخاطر مخلفات الحرب المتفجرة في سوريا، أقيمت اليوم ورشة عمل وطنية بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في فندق الشاذ بدمشق. الحرب التي تواجهها سوريا فرضت على القائمين على القطاع التربوي استنفارا مستمرا للجهود لمتابعة العملية التعليمية وسد الثغرات التي خلفها الإرهاب. فالعمل مستمر لوضع استراتيجيات وخطط للتوعية من مخاطر المخلفات المتفجرة في سوريا وللسير بقوافل العلم إلى جادة الأمان. وزارة التربية باعتبارها منتشرة أفقيا على مساحة الوطن، هناك وضع دليل للتوعية، وأيضا هناك إرشادات تم وضعها نحاول ندخلها الآن في مناهجنا الدرسية أيضا في ذات الوقت، لأن الاستخدام العشوائي للأسلحة كان ترك هذه المخلفات للحرب، ونتيجته لابد من حملة كبيرة تصل هذه المعلومات وهذه الأدلة لتصل لكل أطفال الوطن. تم تدريب بحوالي 800 مدرس، 50 مدرس يعني قيادي و800 معلم او مدرب قيادي و800 مدرس، وتم الوصول الى حوالي 270 الف طفل بهذه المعلومات، لكن احنا طبعا خطتنا ان احنا نصل لجميع الاطفال. وتم في ورشة العمل الوطنية التي أقيمت بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مناقشة خطط لتحسين نظم جمع البيانات وإدارة المعلومات وتنفيذ حملات موجهة للتوعية حول مخاطر المواد المتفجرة في جميع مدارس سوريا بمشاركة من المجتمعات المتأثرة بها، إضافة لتطوير مجموعة من الآليات لتحسين دمج التوعية حول المخاطر ضمن الأنظمة التعليمية وغيرها من النشاطات والفعاليات المجتمعية.